الموضوع تاعنا نروحو باختصار من الحاج اه حسين، ما هي حظوظ الناس؟ شفت في اليوم واحد الفيديو راه خرج في اللايف تاع خونا بيناري، شفته؟ والله شفته ما كملتوش، كنت اشوف الماتش تاع سطيف مع الترجي التونسي. شفته عندي وانا ديته من عند بيناري، كان داير لايف كيما حكينا قبل الفطور. انت قلت لي المشكله هذه تاع الشاحنه تاع الفار، قلت لي بلي علاش ما قعدتش هذه كان جور قعدت في الالجي، والناس هذو يروحوا بعد عاودوا يرجعوا ويديروا. اليوم كان تاخير وقالوا لي الماتش اللي فات بلا فار نورمالمون. لا على حسب شوفها بات بلا، يعني اللي تشوف الماتش يفهم بلي الماتش مشى بلا فار. بس الحمد لله ما كانش اخطاء ولا فاسي لا انورمال. ما كاش اخطاء، عندك تحكيم، يعني ثلاثي تحكيم تقدر تقول عليه احسن تحكيم في افريقيا، ما تخافش احسن منه. ثاني ما ننسوش غربال تاعنا. طبعا طبعا، راهو مع المجموعة اللي ماشية ان شاء الله للمونديال. ان شاء الله. اليوم في اللايف اللي صرا قبل المباراة، بلال بيناري اللي نحييهم هذا المنبر دار لايف، وصدفة تلاقى مع التقني تاع التلفزيون، قال له هذا هو هذا الفار اللي جا اليوم، قال له هو اللي خدم الماتش تاع لاجيري الكاميرون. صح، هو نفسه، هو هو نفسه انت بروحك كان على بالك بها الصباح، قلت لي نفسه هو ونفسه هنا، وقال له باللي راه قال لي المسؤول تاع الفار التقني، قال له واش صرا في المواقع التواصل اجتماعكم وهذا اللغط الكبير؟ قال له انا كنت مع الالمانيين، قال له في الهاد قال له ما لمسه تاع سليماني كاين لمسه يد، قال له نيزالمون هما اللي ديسيدا وسي با قاسما اللي ديسيدا. وزاد قال له هذه اللي دوختني شويه، قال له نيزالمون ما ماشي قاسما اللي ريفيزا رفض باش يعيطوا له هو رفض كما الناس رايت اول، وقال على الهدف الاول احتكاك بين ماندي و المهاجم الكاميروني، وما كانش في لقطة الهدف، وقال له ما عيطنا له ما عطينا له باش يشوف الهدف، قال له احنا فاليديناه له. شوف، انا على بالي، انا الشيء هذا اللي على الكلام بالي، اللي قال عموميه، قالوا له جماعة الفار فاتت في اللايف. شوف هو ري، انا الشيء اللي على بالي به، التقنيين تاع الفار كاينين خمسه، كاين ثلاثه توانسه وكاين زوج، واحد سويسري وواحد برتغالي. هذو التقنيين تاع الفار، هذو خاطيهم في الوقت اللي تكون المقابله تمشي، هذو مكلفين بالتركيب تاع الفار، ما يدخلوش رواحهم في الامور هذه تاع اللقطات وكاع، هذوما ما لان اللقطات تعود للحكام، للحكم والحكم المساعد اللي يكون معاه. شوف، هي انا تحدثت مع واحد حكم يعني حكم قديم، وراهو اليوم راهو مسؤول في التحكيم، يقول لي باللي احنا في افريقيا ما نقدروش نتحكموا في تقنيه الفار، لان بزاف الناس عند بالهم الفار خلاص كاين فار سي بون، ولكن الفار فيه تقنيات، فيه كاميرات. اليوم شوف الانديه الاوروبيه، الملاعب الاوروبيه مزوده بازيد من 30 كاميرا حتى في التدريبات، كي يتدربوا الفريق عندهم ازيد من 30 كاميرا في الملعب، يعني كل شيء مسجل، محللين تاع الفيديو نتاعهم كل واحد يحكم جهه. بينما احنا اليوم في المقابلات نتاوعنا، انا علاش قلت بان انا شخصيا انا ما نحملش المسؤوليه للتلفزيون العمومي، التلفزيون تاعنا اللي نقلل المقابله، لان وين تتحمل المسؤوليه؟ لو كان عندنا بطوله فيها الفار تقدر تهدر، ولكن حتى التلفزيون تاعنا كيما التلفزيون تاعنا كيما احنا شفنا اول مره نشوفوا الفار في المقابله تاع الجزائر الكاميرون، داروه الفار في المقابله تاع مولوديه مع الرجاء البيضاوي، لا تتذكر ذيك المقابله تاع الرياح، ولكن شفنا ذيك التبهدله اللي كانت صارت، هذاك تقدر ما نسموهش فار، ديجا حتى هذاك الفار باش دخل هذاك الوقت الجزائر قريب ما دخلش، صارت مشكله وفي المطار، ومزيان ذاك الوقت كان ورا كان في الاتحاد العربي هو اللي مشى للمطار باش خرج هذاك الفار، لانه كان محتجز ايضا في المطار، هنا ما خلاوش يخرجوه، والاتحاديه هذاك الوقت ما حبوش ما يديروا مجهود، لان الاتحاد العربي هما ما يتفاهموش مع رورا ومشاكل يعني صارت. وهذه المره نفس الشيء، هذه المره حتى الفار تحجز في تونس نهار المقابله تاع المنتخب الوطني، انا على بالي دخلوا مسؤولين كبار باش خرجوه من الديوانه، لانه كان دخلوا مسؤولين كبار باش خرجوه،
ما كان لا اتحادية دخلت ولا أي واحد ولا اللي مكلف بالبار. المهم أنا علاش المرة اللي فاتت كنت جلست في حصة قلت لهم علاش ما نقدروش إحنا مثلا نشريو الفار، نقدروا نشريو الفار ونصيبوه اليوم، علاش كل مرة أنت الفار رايح لتونس ويعاود يولي من تونس هو محتاجز زاودي. وهذه خدمة تاع مثلا تاع الجمارك، خدمة تاع الجمارك وما يخدموا خدمتهم اليوم باش تدخل الفار، قال مثلا هذا الجهاز باش يدخل هاي الوثائق اللي يلزم تكون معاه، مثلا قال طالب قال هذه قال هذه تاع الجمارك خدم خدمته يسيب تخص ورقه زوج يقول لك انا هذا الجهاز ما يدخلش. وهذا الشيء اللي وقعنا فيه اللي رانا في البريكولاج. هذا الامور ولا بد كان عندك اتحاديه قويه واتحاديه عندها محنكه قبل ما يبدو هذو لي فا، يكون تكون تكون معاهده بين الاتحاد الجزائري ووزاره الماليه وجمارك، وهذه الامور يكون عندهم شغل رواق اخضر، هذو الصوالح يفوتوا ديريكت. يا هو اللي شوف حنا قلناها وما زلنا نعاودوا المشاكل غير في الجيري. يا هو اللي شوف احنا قلنا باللي عندنا اتحاديه ضعيفه، قلناها اتحاديه ضعيفه. انا نتذكر في ما دبرنا اليوم نهضروا على نهضروا نعطيك معلومه اول مره راح نهضرها لك. اول مره نهار لعبنا مع مصر في مصر، لعبنا مع مصر وخسرنا 2-0 باش نروحوا لام درمان. في هذيك العشيه نهار اللي خلصت المقابله، كي خلصت هذيك المقابله تاعنا في مصر وخسرنا 2-0، حنا في ديك العشيه على بالنا شكون الحكام اللي راح يديرونا في ام درمان، بينما المصريين ما على بالهمش. المصريين حتى من ذاك الغدوه باش سمعوا، باش عرفوا باللي كاين ثلاثي تحكيم اللي راح يديرنا، وثلاثي هذا التحكيم هذا موجود في كينيا، وداروا كينيا نيجيريا وخلاص الماتش في كينيا، قال لهم واش دير واحكم باش تمشوا مباشره لام درمان. انا علاش نقول لك يكون عندك واحد في الكاف، يكونوا عندك مسؤولين قوه في الكاف، كل المعلومات عندك، كل المعلومات، والناس يخافوا منك وتكون عندك هيبه. اليوم ما عندناش هواري، ما نكذبوش على روحنا، اليوم ما عندناش، اليوم يديروا فينا واش يحبوا. والناس هذو اللي راهم يطمعوا في هذا الشعب ويقول لهم لو 21 والمقابله تتعاود، انا مانيش حاب هذا الشعب نطمعوه، مانيش حاب نكذبوا عليه. الحقيقه الماتش ما يتعاودش يا هواري، الناس راهي تستنى في الفانتيام بفارغ الصبر، وراهم يقول لك المقابله تتعاود. ما كان لا مقابله تتعاود، لا حكام رايحين نسمعوهم لا والو. انا النهار الاول اللي خرجت الاشاعه هذه تاع المقابله تتعاود قلت لهم يا ناس نساوها، درك اللي يقول عيامه ما يقولوا واش تحبوا، انا اللي نقول لكم في الحقيقه، اللي حب الحقيقه هذه هي، واللي حب الناس تكذب عليهم يروحوا يسمعوا الناس اللي تكذب عليهم. يا حسين انت دروك راك مغترب، راك مغترب كاميروني. لا الحقيقه، الحقيقة هو الناس، الناس راهي تكذب. اسمع اسمع شوف شوف الناس راهم يغلطوا يا هواري، الناس راهم يغلطوا في هذا الشعب وراهم يجيبوا به في الوقت. وحنا يا عندنا ناس تتأمن ما تتعاودش المقابلة هواري، خلاص المقابلة مشات. حنا درك نخموا في المستقبل، علينا ننساو الماضي، ننساو واش صرا فينا. واليوم حنا نتمنوا باش تكون عندنا اتحادية قوية في المستقبل، ونتمنوا رئيس الاتحاديه اللي يجي، نتمنوا الدوله باش تعاون رئيس الاتحاديه اللي يجي، لانه باش تكون عندك قوه في الكاف يلزم الدوله تعاونك، الدبلوماسيه الجزائريه يلزم تخدم خدمتها، تخدم خدمتها مع السفارات تاعنا في البلدان الافريقيه، والسفارات تاعنا هما اللي يخدموا خدمتهم باش يلزموا الاتحاديه تاعهم باش يعاونوا المرشح تاعنا باش نعاودوا نقولوا للكاف وتكون عندنا كلمه في الكاف.